بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفايا طب البديل وتفسير الاحلام. على بركه الله باذن الله تعالى اليوم سوف اعطي كنز حقيقي، وهو كيفيه صناعه اغلى زيت في العالم، اللي هو زيت تمرة التين الشوكي اللي بتظهر الان امامكم هنا. هذه التمره بيستخرج منها زيت بيباع بأرقام خيالية، بيباع اللتر واحد من هذا الزيت ما بين $1,500 إلى غاية حتى $3,000، وبيتجاوز حتى $3,000. هذا الزيت لماذا هو غالي؟ لأن أصلا تكلفته عالية، يعني تكلفة استخراج هذا الزيت أيضا دي فوائد لها أول ما لهاش آخر. أهم شيء إن هي بتمنع بشكل نهائي مظاهر الشيخوخة، وخصوصا شيخوخة البشرة، وبتمنع أيضا الشيب. هذا الزيت اليوم سوف أعطيك الطريقة اللي تستطيع من خلالها أنك أنت تقوم باستخراجه بالشكل السليم في المنزل، لكن عليك فهم التالي. هذا الزيت ليه عدة وصفات سوف أعطيها لك أنا، مثلا للنساء اللي مثلا تريد أن هي تزيل الهالة السوداء أو تفتح البشرة أو تطويل الشعر أو تبيض الوجه، هذه تأخذ اللي هي وصفة معينة. مثلا لمسألة هشاشة العظام أو كسور سوف أعطيك وصفة معينة، لتطويل الشعر سوف أعطيك وصفة معينة، لي أيضا الحامل وغيرها. فيه يعني لي عدة طرق. هو الطريقة الأساسية اللي راح نستخدمها نحن اللي هي كالتالي. راح نستخدم أول شيء نأتي بتمرة التين الشوكي، تقوم بنزع الغطاء، بعد ذلك تقوم بضربها في الخلاط، بعد ذلك تأتي اللي هو بالصفاي أو هذا مثل الغربال الصفاي هذا الخاص بالشاي، تقوم بتصفيته. خلاصة الموضوع ان نحن نريد ان هذه المادة الهلامية هي اللي تنزل وتبقى لديك النوايات او البذور الخاصة بالتين الشوكي. هذه لما انت بتاكل القطعة التين الشوكي بتجدها اللي هي البذور هذه الصغيرة، المهم اللي هي ظاهرة امامك هنا، بذور التين الشوكي او تسمى بعظام التين الشوكي او نواة التين الشوكي اللي بتجدها عدة نوايات. المهم بتستخرجهم، بعد ذلك تقوم بغسلهم، بعد ذلك تقوم بتنشيفهم. السر اللي الناس بتخطئ فيه اللي هو هنا مسألة التنشيف، بتنشفهم بعد ذلك بتضعهم في مكان يكون ظل، يعني تجفيفهم يكون في الظل، ما تحطهمش على المقلاة، لأن حتى لو حبيت انك تحطهم على المقلاة فهو يحتاج يعني لمهارة عالية وعالية جدا في التعامل معهم، لكي ما تفقدش اللي هي يعني ما تحمصهمش، لكي ما تفقدش اللي هي الفوائد الخاصة بها والزيوت الطيارة والمواد أصلا المائية اللي بتكون في اللي بتكون مشبعة اللي هي بذور التين الشوكي، لأنه معروف أنه هو يعيش في الصحراء وغيرها، فبتكون مشبعة برطوبة عالية جدا. المهم أنا شخصيا أنصحك أنك أنت تضعهم في مكان ظل مش في مكان شمس يومين ثلاثة، المهم إلى غاية أنك أنت تشعر ان هذه البذور اصبحت يعني ناشفة. تمام، بعد ذلك تقوم باخذ اللي هو لكل انت تحتاج مثلا لتر، قلت لي انك تصنع لتر، بتضع فيه اللي هو ما يعادل 200-220 جرام من هذه البذور اللي انت استخرجتها من تمرة التين الشوكي. المهم 200 جرام في لتر. هنا الزيت راح نسموه الحامل او المضيف، هنا اللي بيختلف. البذور دائما عبر راح تبقى هي ثابتة، لكن اللي بنضيفه عليها اللي هو الحامل او الزيت اللي راح نضعه فيه. يمكن انك انت تاخذ اللي هو اذا كان وصفة عادية مثلا تريد للطبخ او تريد لشيء من هذا القبيل، بتضع اللي هو لتر من زيت الزيتون. على فكرة هذيك البذور يجب انك انت تقوم بضربها في الخلاط، يعني ال 200 جرام هذه بتضعهم في الرحاية الكهربائية والخلاط، بتضربها الى ان هي تصبح بودرة. بعد ذلك تقوم بأخذها في زيت زيتون لتر، بتضيف فيه هضم 200 جرام، بعد ذلك تقوم بوضعهم في حمام مريم او حمام مائي ساخن على النار في شيء يكون يقبل الحرارة لمدة 5 دقائق لا اكثر ولا اقل. بعد ذلك تقوم ب وضعها دائما وابدا في آنية زجاجية او فخارية طينية بيكون افضل، بعد ذلك تقوم بوضعها في مكان مظلم لمدة اسبوعين، بعد ذلك تبدأ في الاستخدام. الاستخدام ممكن انك تستخدميه للبشرة، تستخدميه لاي للطبخ للاكل لكل شيء. بالنسبة هذه الطريقة الأولى. أما فيها طريقة ثانية النساء تريد مثلا اللي هي خاصة بالبشرة أو خاصة بالشعر، تأتي
تأتي إذا كان للبشرة أو للشعر، لأنه بيعتبر مليء الغاية بالكولاجين. هذه البذور تأتي بنفس الطريقة اللي هو 200 جرام من البذور الخاصة أو نواة التين الشوكي، بتأخذها وأيضا بتضربها، بتجففها في مكان ظل، بعد ذلك تقوم بضربها في الرحاية الكهربائية والخلاط، وبتضيف على هنا بيختلف الحامل أو المضيف. للبشرة أو للشعر تستخدم زيت اللوز الحلو اللي هو لتر من زيت اللوز الحلو، بتضيف ليه اللي هو ما يعادل 50 أو 60 جرام من بذور الكتان، أيضا بتضربها في الخلاط وبتضعها أو في الرحاية الكهربائية وبتضعها بتضيفها إلى هذا المحلول وخلاص تبدأ في استخدام هذه البشرة. أيضا يمكن أنك تستخدمي بدل ذلك اللي هو يعني وصفة ثانية، سواء كان التهاب الفم أو تكسر الأسنان أو هشاشة العظام، تأتي بال 200 جرام هم نفسهم اللي دائما وأبدا ثابتات، اللي بيختلف دائما وأبدا اللي هو الحامل أو المضيف. الحامل أو المضيف في هذه الحالة راح نستخدم اللي هو زيت السمسم، تقومي باستخدام زيت السمسم، بتضعي بنفس الطريقة مع حمام مائي اللي هو حمام مريم ساخن لمدة 5 دقائق، بعد ذلك تضع في آنية إما طينية أو زجاجية لمدة 5 دقائق، وبعدين تضع في بعد ذلك في مكان مظلم لمدة 2 أسابيع وتبدأ في الاستخدام. هذا الزيت مفيد للغاية في مسألة اللي هو انتبه جيدا، سواء كان هشاشة العظام، رفع المناعة بشكل لا يمكن انك انت تتخيل انه بيوجد فيه حمض اليولينيك، ايضا موجود فيه اقوى مضادات الاكسدة على الاطلاق. ايضا هذه التمرة بتعتبر هي التمرة الاولى والاخيرة والوحيدة اللي مازال الى غاية اليوم طبيعية، يعني ما دخلش فيها لا اسمدة ولا شيء، ولا تحتاج سقاية ولا تحتاج اهتمام، هكذا بتنبت يعني منها فيها. ايضا بتعتبر مفيدة جدا 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 لي أمراض اللي هو التهاب الكبد الوبائي البي والسي، وأيضا مهمة في مسألة اللي هو تنشيط وظائف الكبد، الناس عندها وظائف الكبد تعمل نفس الطريقة هذه البذور، مع اللي هو تستخدم زيت الزيتون مع اللي هو 70 جرام من بذور شوك الجمل، بتضربهم أيضا في الخلاط وبتضيفهم إلى هذه الوصفة. أيضا النساء اللي عندها عقم أو عندها مشاكل من هذا النوع يمكن أن هي تستخدم نفس الطريقة، وتستخدم معهم اللي هو زيت السمسم مع اللي هو استخدام 60 أو 70 من اللي هو حب الرشاد تضع مع هذه الوصفة. النساء اللي عندها مشاكل خصوصا البشرة والتجاعيد فهو بيشد البشرة بشكل غير عادي، وأيضا يقوم باللي هو زيادة ورفع اللي هو نسبة إنتاج الكولاجين في البشرة بشكل لا يمكن تخيله. الآن هذه هي الطريقة المضبوطة لصناعة هذا الزيت اللي بيعتبر أغلى زيوت اللي في العالم، يعني مجرد انك انت تستخدميه راح تدمن عليه بشكل نهائي وكامل وشامل. كان هذا هو الموضوع. الان لديك اي مشكلة اي استفسار كلمني ان شاء الله سوف اقوم بالرد عليك مباشرة اونلاين 24/24. الطريقة بسيطة جدا، راح تاخذ العظام وبتجفف في مكان ظل وبترحاها، وبعد ذلك تضعها مع احد هذه الزيوت اللي كلمتك عليها، كل واحد بيستخدم لشيء معين، بعد ذلك تحطهم حمام مريم مدة 5 دقائق على النار، وبتضعهم في آنية اللي هي فخارية أو آنية زجاجية لمدة 2 أسابيع، وتبدأ بعد ذلك بالاستخدام. المهم كان هذا هو الموضوع. الآن لديك أي مشكلة أي استفسار كلمني إن شاء الله سوف أقوم برد عليك. على فكرة بالنسبة لتطويل الشعر بيستخدم اللي هو زيت الخردل مع هذه البذور بنفس الطريقة، وبتوضع فيه اللي هو دائما 200 جرام في لتر، وبينتهي الأمر بسرعة، وراح تلاحظ أنت توقف اللي هو تساقط الشعر. ايضا اذا كان عندك مشاكل شيب او الشعره ضعيفه يمكن استخدام بدل زيت الخردل اللي هو زيت اكليل الجبل، مع اضافه لهذه البذور اللي هو 50 جرام من الزعتر المرحي. المهم كان هذا هو الموضوع. الان لديك اي مشكله كلمني ان شاء الله سوف اقوم برد عليك مباشره اونلاين. السلام عليكم ورحمه الله.